مشاهدينا الكرام مستمعينا الافاضل، هي الانطلاقة لشوطنا الثامن في مجموعة الاشواط والشوط الثامن الخاص بالاذاعة الابكار هنا بهذه التحديات الجميلة والاثارة. مشاهدينا ومتابعينا الكرام نتابع هذا الاداء، نتابع التحديات، نسير هنا للاربعة كيلومترات في هذا الانطلاق المميز الجميل، نتابع الصدارة، نتابع المقدمة والمركز الأول، وهنا جبار المنطلقة على الصدارة علي بن عبد الله بن سيف بن عبد الله الشامسي، والمركز الثاني هملولة مطر بن سعيد بن حلوة لقتبي، وعلى المركز الثالث غالية لسعيد بن عبد الله بن حارب المهيري، من تنطلق على المركز الثالث ورابع مراكزنا جبارة مصبح بن محمد بن عبد الله بن عمير لغفلي، من تنطلق على المركز الرابع وخامس المراكز، المركز الخامس وهنا الفاتنة مطر بن علي بن علوان لكتبي على المركز الخامس. هذه هي النتيجة للمراكز العشر الخمسة الأولى عفوا المنطلقة في هذه التحديات الجميلة والإثارة. مشاهدينا الكرام في أول كيلومتر هنا ينقطع في هذه اللحظات والصدارة مع هملولة هي المسيطرة على زمام الأمور وعلى صدارة مطر بن سعيد بن حلوة لكتبي، المركز الثاني غالية لسعيد بن عبد الله بن حارب المهيري، وعلى المركز الثالث وثالث المنطلقات جبارة لعلي بن عبد الله بن سيف بن عبد الله الشامسي، والمركز الخامس جبارة الأخرى على المركز الرابع عفوا المصبح بن محمد بن عبد الله بن عمير لغفلي، والقادمة الفاتنة لمطر بن علي بن علوان من انطلقت إلى المركز هنا أيضا الرابع، والمركز الخامس مذيار المحمد بن راشد بن سعيد بالغافرية من انطلقت على المركز هنا أيضا وتسللت إلى المركز الثالث مهل القادمة، ولا هناك مهل، لا هناك مهل بل صراع وأيضا وتحدي لراشد بن سيف بن خلفان نغويص، هنا يقدم لنا مهل في هذه الانطلاقة الجميلة والتحديات والإثارة. مشاهدينا ومتابعينا الكرام نعود إلى الصدارة، نعود هنا إلى مذيار محمد بن راشد بن سعيد بالغافرية الفلاسي من يقدمها في هذا الأداء الجميل، ولكن مهل 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 تتسلل إلى الصدارة إلى المقدمة وإلى المركز الأول لراشد بن سيف بن خلفان نغويص السويدي، وتنطلق إلى صدارة هذا الشوط مذيار محمد بن راشد بن سعيد بالغافرية على المركز الثاني، والمركز الثالث هملولة مطر بن سعيد بن حلوة لقتبي، وهناك غالية لسعيد بن عبد الله بن حارب المهيري، والفاتنة لمطر بن علي بن علوان نكتبي على المركز الخامس، والشعارات قادمة في هذا الأداء الجميل والتحديات والإثارة، ولكن صدارة هذا الشوط مذيار من غيرت وانطلقت على الصدارة، مذيار من انطلقت على المقدمة على المركز الأول، وصدارة هذا الشوط مذيار محمد بن راشد بن سعيد بالغافرية هي المنطلقة على الصدارة وعلى المقدمة، مهملولة من الجانب الآخر ومهل هنا أيضا من الجانب الدوني، مهل للسيد راشد بن سيف بن خلفان نغويص السويدي، وهملولة لمطر بن سعيد بن حلوة لقتبي، والفاتنة القادمة للسيد مطر بن علي بن علوان، ووصلت صدارة وصلت صدارة لمحمد بن علي بن عبيد بن رشيد لقتبي على المركز الخامس. ما شاء الله خماسي جميلة جميلة، ولكن أرى هملولة من عادت إلى صدارة، عادت إلى المقدمة إلى المركز الأول، وصدارة هذا الشوط هملولة مطر بن سعيد بن حلوة لكتبي انطلق على صدارة على المقدمة، مذيار في المركز الثاني، محمد بن راهد بن سعيد بالغافرية المركز الثالث، هناك صدارة محمد بن علي بن عبيد بن رشيد لكتبي، الفاتنة لمطر بن علي بن علوان لكتبي، هو هنا مهل
للسيد راشد بن سيبق الفان لغويص والتسلل من جبارة لمصبح بن محمد بن عبد الله بن عمير لغفلي. هذه هي الأسماء مشاهدينا الكرام، التحديات الإثارة. وأعود مشاهدينا الكرام، أعود إلى مقدمة هذا الشوط، أعود هنا إلى التحدي، أعود إلى الأداء المميز الجميل مشاهدينا ومتابعينا الكرام بهذه التحديات الجميلة. وهملولة مطر بن سعيد بن حلوة لقتبي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، المايدية في المركز الثاني، محمد بن خلفان غويص السويدي على ثاني المراكز من تنطلق في هذه اللحظات. وهنا فزعة على المركز جبارة على المركز الثالث للسيد مصبح بن محمد بن عبد الله بن عمير، وتاتي مهل الراشد بن سيبق خلفان غويص على المركز الرابع. والقدوم من العفريت مبارك بن راشد بن محمد بن سبت لخيلي وسلوم الله، انطلقت الى عفريت الى الصدارة، انطلقت الى المقدمة الى المركز الاول. سلام صباحي ثاني لأهالي رماح بهذا الأداء المميز الجميل. ها هي مشاهدينا الكرام العفريت تضيف إنجاز إلى إنجازاتها المتميزة في العام الماضي. ها هي هنا العفريت تصل إلى خط النهاية. تهانينا المبارك بن راشد بن محمد بن سبت لخيل المركز الثاني، المايدية لمحمد بن خلفان لغويص المركز الثالث. من وصلت مشاهدينا الكرام وفاجأتنا هنا في الأمتار الأخيرة أيضا شعار أبو عبد الله من فاجأتنا هنا في الانطلاق الجميل والتحدي، بينما المركز الثالث الرابع كانت التحديات والإثارة أيضا واردة هنا. 6:22 89 جزء من الثانية هو توقيت العفريت. تهانينا والناموس سيد مبارك بن راشد بن محمد بن سبت لخيلي، وشكرا وراشد أيضا عمر بن راشد بن سبت من قدمها بهذا الأداء المميز.